ان انا حامل. خد نفس عميق. والله العظيم الموضوع ما هو انا لو مش خايفه عليك. تعالى بس تعالى استنى بس استنى هقول لك ايه الرد فعل الغريب ده. هات كده. الف مبروك. مبروك كل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. طبعا خدتوا بالكم ان في ايديا حاجه كده، خدتوا بالكم برضو من العنوان ان في حاجه كده، وانا جايه النهارده بقى في الفيديو ده اقول لكم ان في حاجه كده. بما ان محدش فاهم اي حاجه من الحاجه اللي كده فنخش في الموضوع على طول. انا بقى جايه اقول لحليم ان انا حامل. طبعا انتوا هتموتوا تعرفوا رد فعل حليم ايه. عايزه اقول لكم ان انا اللي هموت واعرف رد فعل حليم ايه. يعني ده لسه مصدوم لحد دلوقتي من صدمه تقيله، مش مستوعب ان هو اب. هقول له ازاي ان انا حامل. انا بقى بداتها بفيديو على التيك توك، قلت بقى اما اختبر رد فعل حليم. لقيت رد فعله عادي جدا، بيهزر وبتاع، وانتوا اللي خدتوا الموضوع جد مش حليم. فانا جايه دلوقتي بعمل فيديو على اليوتيوب عشان اوثق رد فعله بجد. فانا والله زيكم بالظبط كده، انا مش عارفه الخبر ده بالنسبه له هيبقى مفرح ولا كارثه ومصيبه، وهيديني بالشلاليت والاقلام، وهتبقى قصه حزينه كده. انا ما اعرفش رد فعله هيكون ايه. يلا بينا عشان انا متشوقه جدا للرد فعله. انا اول مره اكون هموت كده واشوف رد فعله. شايفين يا جماعه خبطينا اهو، بصوا شايفين. يلا نشوف رد فعله عشان انا والله العظيم هموت واعرف رد فعله. يا صباح الفل وهابي نيو يير وروح قلبي يا نونو. فتنش لي ليه كده؟ مش بكلمك؟ هابي نيو يير. تعزقت موضوع مهم. موضوع مهم جدا. مش يعني مش هينفع نتكلم فيه هنا؟ عشان هو موضوع مهم قوي. فاحنا لازم ايه نخش جوه. مش بالجيران بس جوه. في تعالى والله عايزك في موضوع مهم بجد. يعني انا لو ينفع اقوله لك هنا كان ينفع. بس هي بتصور ايه؟ ما بتصورش اي بتصور لحظه سعيده. ده انا عامله لك مفاجاه بجد والله. اه والله بجد. بس المفاجاه دي من كتر ما هي هتصدمك يعني وهتتعبك نفسيا ممكن يعني مش عارفه هتعمل ايه. فاحنا لازم نخش نقولها جوه عشان لو قلناها هنا كل الجيران دول هيجوا لنا. يعني قلنا في ايه؟ فاحنا لازم نعمل ايه؟ تعملوا مقلب صح؟ لا والله لا والله لا. بص هي مفاجأة. فتعالى نشوف. يلا في حاجة غلط. انتوا مريحيني. عاملين لك مفاجأة. مش مريحيني. بمناسبة النيو يير. في حاجة هتسألوها عليا ولا في حاجة هت لا. انت تعرف عني كده. انا ما اعرفش عنك غير كده. في ايه؟ انت اللي هتقوليه. في ايه؟ السكوت ده مقلب. انت بتعمل حاجه دلوقتي. وريني بقى صور اللي صورتيه كده. وريني كده. طب خلينا بس نخش جوه. انا هقول لك كل حاجه. انت مستعجل على ايه؟ مستعجل على ايه؟ انا همشي عشان ما تقولش ان انا ايه بقول حاجه. انا همشي وداخله جوه مستنياك اقول لك ايه على مفاجاه. فتعالى دلوقتي عشان تعرف المفاجاه ايه. وبص يعني صراحه انا عايزاك تقعد كده وتروق وتهدي اعصابك. ليمون سخن لو سمحتي. وتشيل الغد ده من ايدك عشان ما يتكسرش. وتروق اعصابك على الاخر. عايزاك ريلاكس على قد ما تقدر. يعني لازم تكون ريلاكس خالص عشان نقول لك على المفاجاه السعيده يعني اللي هنكسب بيها السنه دي. بص يا سيدي مركز معايا. صدق بالله. مستوعب؟ صدق بالله. ايوه. انتوا لو طلعتوا بتعملوا حاجه انا هيكون رد فعلي زي ما تيجي تيجي. هو محدش يزعل مني. يعني انت هو بس عشان لو مقلب مثلا وحاجه مصيبه وكده رد فعلك يبقى وحش صح؟ لو حاجه عاديه رد فعلك هيبقى حلو صح؟ خبر حلو يعني. يعني ما اعرفش انت هتاخده خبر حلو ولا خبر وحش. هتنجزي يا امل. طيب هدي اعصابك. هدي اعصابك. ريلاكس. ريلاكس كده وهدي اعصابك. خد نفس عميق. والله العظيم الموضوع ما هو انا لو مش خايفه عليك. انا لو مش خايفه عليك ما كنتش قلت لك كده. نفس عميق. جاهز؟ جاهز. ايه ده بقى؟ ترى معلش تعالى بس تعالى استنى بس استنى هقول لك ايه الرد فعل الغريب ده. تعالى بس كده. تعالى عشان بجد والله انت مش عارفه ليه انت فاكرني بهزر. على فكره انا بتكلم جد. انا بوثق اللحظه دي دلوقتي وعملت امبارح فيديو تيك توك امهد لك الموضوع شويه بس ما اعرفش رد فعلك كان غريب. ايه رد فعلك ده بقى؟ ايه فيديو؟ ما تزعليش منك بجد دلوقتي فيه هنا ثواني بس معلش عشان ابقى معاكي بس. هو فيديو امبارح ده كان بجد؟ ايوه. وده بجد؟ ايوه ده بجد اهو شايف؟ وبتوثق اللحظه اهو خطين اهو خطين اهو بنوثق فيه اللحظه اهو. وبتوثق اللحظه المفروض هو ايه رد فعلك الغريب ده؟
هو ايه انت اللي انت بتقوليه ده؟ هتبقى اب للمره الثانيه. ايه يعني؟ في ايه بجد؟ ده البنت عندها 3 شهور. على فكره انت رد فعلك غريب، وانا بصراحه اتضايقت. هات كده. انتوا اهو بتزعق؟ انت بتهزروا صح؟ وانا اهزر يعني في حاجه زي كده؟ انا دلوقتي ههزر في حاجه زي كده؟ بقول لك حامل يا جدع، في ايه؟ ايه رد فعلك الغريب ده؟ بوصك اللحظه بجد. مش انا كل ما يعني المره اللي فاتت برضو ابتدت لولي لما كنت حامل انا عملت لك سربرايز قلت لك انا حامل. ايوه كان في اعراض انك حامل، دلوقتي انت حامل ازاي بقى؟ هو الحمل في المره الثانيه ما بيبقاش في اعراض زي المره الاولى، يعني زي ما كنت برجع الاول دلوقتي ما برجعش قوي. ده تاريخ ايه ده ولا في قاموس ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قريت وسمعته. قريتي وسمعتي؟ خطينا اهو، يعني انا هحطه في كوبايه بيبسي مثلا، ما هو خطينا. ايوه يا بابا احنا في بقى ام البتاع ده، انت كمان بتتكلموا جد يا جماعه؟ بجد والله. ايوه بابا احنا عندنا بنوته لسه 3 شهور، يعني انت نفسك عشان تحملي في واحده هو كمان يعني 9 شهور احلى حاجه تعب عليك انت مش انا. لا لا مره واحده كده وبعد كده هخلص. بس تعالى ثواني يا امل، انا عندي شغل يا امل. طب معلش يا اميره اقفلي خلاص الفيديو، يعني تعالى بس بعيدا عن الفيديو بعيدا عن اي حاجه. طب انا على فكره والله العظيم بتكلم بجد، خلاص انا قفلت الفيديو اصلا، ايه اللي انت فيه ده؟ انا عايز اعرف بس دلوقتي هو ده فعلا متضايق يعني؟ بتتكلمي انا قفلت الفيديو على فكره. ايوه انت بتتكلمي كده؟ ايوه بتكلم جد. دلوقتي انت يعني متضايق فعلا من الموضوع ان انا مش متضايق يعني المفروض اعمل ايه؟ مش متضايق، انت دلوقتي يعني مش هقول لك خطر عليك عشان مفتيش، بس غلط عليكي. انت لسه خارجه من عمليه يعني والده قيصري، يعني هتحملي ازاي بطن جديد؟ تتنفخ ازاي في بيبي تانيه ولا بيبي تاني؟ ماما بقى ده مش متضايق مش مستوعب. ايه رد فعلك الغريب ده؟ سامع عيله؟ يعني انا ما اعرفش والله، انت هتلاحق يعني مستوعبه اللي انت فيه؟ هو يعني هي المهم دلوقتي سيبك ما تدخلنيش في مواضيع تانيه كتير. دلوقتي انا حامل. ايه بقى؟ قولي والله العظيم بتكلم جد، انا مش مصدقك. انا هحلف ليه؟ انت حر خلاص لما تلاقي بطني بقى كده. بقول لك يلا اروح اولد، ما تقوليش بقى انت كنت بتحلف ليه. الف مبروك، انا حامل، هيجي لك نونو المره الثانيه. مبروك. انتوا شو بتوقفوا التصوير؟ شو قلت توقفوا التصوير بجد والله؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ خلاص يا حليم بجد بقى، بجد بجد نتكلم بجد شويه. في هنا نفخه بطني اهو، مفيش نفخه اهو، مفيش حاجه كده. في نوم كده مفيش. ايوه يعني انت دلوقتي بتهزري ولا بتهزريش؟ يعني ما بص انا عايزه كنت اشوف رد فعلك ايه هيكون ايه، عشان لو حصلت بجد تمام اكون عارفه رد فعلك. يعني الحمد لله ان رد فعلك كان جميل ولطيف ومستعد يكون اب باينه واضحه قوي. يعني ده مش بجد؟ ده بتاع ايه اصلا؟ ايوه ما انا مش عايز اكسفك واقول لك انه باين انه قديم وشكله مش غريب عليا. وقعت يا قلبي، مش ديك وقعت يا قلبي. يا حبيبي انت طب انت مستعد تكون اب المره الثانيه امتى؟ طيب ربك يسهل بقى، كمان شوية حلوين كده بنت يعني كبرت مثلا بنلعب. انت جاتها الراجل بجد بقى يعني؟ انا مش فاضلكم يا امل شهر و10 ايام. طيب نتكلم جد بقى، بعيدا عن الهزار بعيدا عن اي حاجه بجد والله العظيم. بعيدا عن الهزار تبقى تشيلي دي. طيب الخلفه دي طبعا حاجه جميله جدا ونعمه من عند ربنا اكيد، بس عايزه اتكلم يعني في موضوع مهم بقى. احنا لو جبنا بيبي دلوقتي هنظلم ايله كتير جدا جدا. هي لسه بيبي 3 شهور يعني ما لحقتش حتى تكبر شويه حلوين او تقف على رجلها ولا اي حاجه. ثواني بقى انت بتاكليني في الكلام. كلامك حلو كله تمام، انت كده بتعملي فيها مقلب ولا انت يعني ايه؟ يعني باينه واضحه ولا محتاجه نقول امور ملك المقالب؟ يعني هي اكيد واضحه من غير اي حاجه، ده مقلب. قلبك يا عيني بيرفرف من دلوقتي، بس انا كنت عايز اشوف رد فعلك. انت جايباني في وقت لا طالبه معايا هزار ولا مقالب ولا فيديوهات. بص ولسه مش مقفول والله، بنبدا سنه جديده. ما هو نبدا مش سنه مقفول جديده، خضتين جايه تاخديني على ملا وشي لازم نبدا سنه جديده من اولها كده، يتعرف ان فيها امول ملك المقالب لحد ما تيجي 2024 معروفه. يعني هي بتحاول تستفزني وتشوف رد فعلي ايه، وانا لو اعتبرت ان ده مقلب
فاعتبرت ان انت بتبداي حرب بيننا من اول وجديد. انا بداتها اصلا. بداتيها يعني تستحملي؟ لا انا عندي استحملي. وبص بقول لك ايه، انت حر، هتبدا المعركه هتزعل يعني مثلا، يعني انت حر بقى. على قدامنا شهر على العقيقه بتاعت بيبي ايلا. الشهر ده لو ما عملتيش معايا وقلتي تعملي معاهده السلام يبقى عليك. معاهده السلام مين؟ ولا الهوا ولا يهزني. هو ابويا ملك المقالب وهيفضل طول عمره ملك المقالب. شوف نفسك انت بقى. خليكم شاهدين بقى علشان هي اللي بدات، وانا اصلا غلطان اني جيت. سلام عليكم. وحشوني جدا جدا. اخبار تانيه كتير قوي. باي باي.